جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بثاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل قلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها باللؤلؤ وزبرجد وقصورها